المقادير: كوب حليب وكشيك كبير زهر، ربع طاسة نشال، فستق للتزيين، سمن باش تدهني بين الطبقات، طاسة كريم فريش، 3 كواشيك كبار سكر، من 16 ل20 ورقة قلاش، ربع طاسة دقيق. التحضير: خذي طنجرة لتحضير القشطة، صبي فيها الحليب وضيفي الكريمة والدقيق والنشا والسكر والزهر. حركيهم بشوية على نار هادية، استمري في التحريك لين تولي خاطرة وتبدأ تعطي قوام القشطة. بالنسبة للطاجين، يفضل تستعملي طاجين القاعدة متاعها متحركة، لأنك مش حتقدري تقلبيها بنفس طريقة الكيك لما تطلعيها من الكوشة. ادهني الطاجين بالسمن والقاعدة والجوانب باش ما تلصقش البكلاوة وتساعد على التحمير. اطرحي ورقة الجلاش بالورقة بالورقة، ادهني بالسمن وحطي في الطاجين. لما توصلي لـ8 و10 ورقات، صبي القشطة. توا عاودي ادهني باقي الورقات وحطيهم فوق طبقة القشطة والفستق. ضروري تكوني سريعة في المرحلة هذه، لأن الورقة تجمد بسبب السمن. بصي الحواف والزوايد اللي طالعة برا الطاجين. حطي الطاجين في الكوشة وخليها في الكوشة لمدة من 20 لـ25 دقيقة. طلعيها من الكوشة، زينيها بالعسل والفستق وقدميها مع القهوة والشاهي، وإن شاء الله صحتين على قلوبكم.